بونجور، ما نكفي اليوم بالشابيتر 3 اللي هو ديفيزيون دي نومبر اونتيي. وصلنا لا ديفيزيبيلتي بار 2 5 اي 10. كيف بنعرف النومبر اذا هني ديفيزيبل بار 2 بار 5 اي بار 10؟ يعني اللي بينقسموا على 2 وال5 وال10. هاي الايدي بار 59. مثل ما شايفين هون حاطين نحن بارتي من التابلو دو ملتيبليكاسيون دو 5 دو 2. حنبلش بأول شيء بالدو. عندي 0 فوا 2 إيديغال أ 0، 1 فوا 2 إيديغال أ 2، 2 فوا 2 إيديغال أ 4، 3 فوا 2 إيديغال أ 6، 4 فوا 2 إيديغال أ 8، 5 فوا 2 إيديغال أ 10، 6 فوا 2 إيديغال أ 12، 7 فوا 2 إيديغال أ 14، 8 فوا 2 إيديغال أ 16، 9 فوا 2 إيديغال أ 18. Par exemple, 40 fois 2 est égal à 80, 41 fois 2 est égal à 82, 42 fois 2 est égal à 84, 43 fois 2 est égal à 86, 44 fois 2 est égal à 88. Et j'imagine, chiffre, مميز هون بالmultiple اللي عم يطلع عنا. هون 0, 2, 4, 6, 8. نجي للشيفر دونيتي هون. كمان 0 2 4 6 8. نيجي للشيفر دونيتي هون كمان 0 2 4 6 8. يعني كانه عم نلاقي نحن انه الملتيبل دو 2 عم بيكون في عندهم على طول شيفر دونيتي 0 و 2 و 4 و 6 و 8. صار فينا نقول اون ريمارك كو تو لي ملتيبل دو 2 سو تيرمين بار 0 2 4 6 و 8 او عندهم شيفر دونيتي 0 2 4 6 و 8. يعني هاي بنعلم عليها لازم نحفظها، نقول انه لحتى نعرف النومر انه هو ديفيزيبل بار دو او ملتيبل دو دو بده يكون في عنده او ال دو تيرمين بار 0 2 4 6 و 8. بس يكون الشيفر دونيتي اللي له واحد من هون الشيفر بيكون ملتيبلي بار او ديفيزيبل بار 2. هلا بار 5 عندنا 0 x 5 est égal à 0، 1 x 5 est égal à 5، 2 x 5 est égal à 10، 3 x 5 est égal à 15، 24 x 5 est égal à 120، 25 x 5 est égal à 125. إذا جينا ضربنا أي نمبر بال 5 راح نلاحظ شغلة. الشيفر دونيتي عم بيكون 0 5، ليك هون 0 5 0 5. يعني الشيفر دونيتي بده يكون يا 0 يا 5 لحتى يكون هيدا النمبر ملتيبل دو 5 أو ديفيزيبل بار 5. بنقول له تو لي ملتيبل دو 5 سو تيرمين بار 0 و 5. يعني بكون الشيفر دونيتي اللي له 0 او 5. اون سي كو بور ملتيبلي ان نمبر بار 10 اون اجوت 0 على فان دو نمبر، دونك تو لي ملتيبل دو 10 سو تيرمين بار 0. ملتيبل دو 10 نحن لحتى نضرب مثلا 1 فوا 10 10، 2 فوا 10 20، عم نحط من هم ناخذ الدو ونحط حدا 0. يعني هون 3 فوا 10 30، 4 فوا 10 40، اخذنا ال 4 وحطينا حدا 0. يعني لحتى يكون النمبر ملتيبل دو 10 او ديفيزيبل بار 10 بنقول له تو لو ملتيبل دو 10 سو تيرمين بار 0. يعني هلا نحن صرنا نعرف لحتى يكون ملتيبل دو 2 بده يكون في عنده الشيفر دونيتي 0 2 4 6 و 8. لحتى يكون ملتيبل دو 5 الشيفر دونيتي اللي له بده يكون 0 و 5. حتى يكون ملتيبل دو 10 الشيفر دونيتي اللي له بده يكون 0. عم بيقول لي هون بور ديفيزي ان ملتيبل دو 10 بار 10 اون اليمين لو 0 على لا دروات دو ديفيدوند. اكزامبل مثلا عندنا 840 ديفيزي بار 10. 840 مثل ما شايفين سو تيرمين بار 0، يعني هيدا ملتيبل دو 10. جينا عملنا له ديفيزيون بار 10، شو بعمل؟ هيدا 0 بشيله، مع هيدا 0 بصير في عندي 84 ديفيزي بار 1 بتطلع 84. حنكفي هلا بالباج 60. عم بيقول لي دوتر بار اون دي كان نمبر اي ديفيزيبل بار ان اوتر بي lorsque le quotient de la division A divisé par B est exact. On peut alors tirer les conclusions suivantes. نحن لحتى نقول انه نمبر divisible par un autre nombre بده يكون الكوسيون la division exact. يعني بده يكون الريست اللي بيطلع عندي هي 0. بس يكون الريست 0 بيكون نمبر divisible par l'autre. هنشوف نحن بس نحل كيف الفكرة.
هون عم بيقولوا لي نومبر كي سي تيرمين، هي شفناها بس ما بدنا نرجع نعلم على هاي. بس تو لي نومبر كي سي تيرمين بار 0 2 4 6 8 سون ديفيزيبل بار 2 سي سون تو دي نومبر بير. يعني نحن هون ما نزيد فكره انه نومبر ديفيزيبل بار 2 سو سون دي نومبر بير، بنقدر عنه نقول عنه نومبر بير. هلا تكنيك اوبيراتوار دو لا ديفيزيون، nous allons apprendre la division à partir de plusieurs exemples. أول شيء إذا كان في عندي الكوسيون أو كان في عندي ديفيزور فورمي دان شيفر دان سيل شيفر، مثلا 27 ديفيزي بار 6، on représente la division comme ci dessous. ci dessous عندنا هاي الطريقة، عندي 27 بحطها هون للديفيدونت وبحط هون ديفيزور وبلش اشتغل فيها، حنشوف كيف. عندنا الديفيزيون هي 27 ديفيزي بار 6، بنرتب نعمل هيدا الشكل، هون بنحط الديفيزير اللي هو 6 وهون بنحط الديفيدونت اللي هو 27. هلا بدي روح شوف بقلب ال 27 كم 6 عندي، يعني انا بشو بدي اضرب ال 6 لتعطيني 27؟ كأنه هون عندي فوا، ما في شيء بضربه بال 6 بيعطيني 27، بس عندي 24 وعندي يعني عندي 6 فوا 4 ايتيغال ا 24 وعندي 6 فوا 5 ايتيغال ا 30. ما بياخذ الكبيرة، ال 27 موجودة هون بالنص بيناتهم، بياخذ الأصغر منها، يعني بياخذ ال 24، يعني أنا بدي آخذ 6 فوا 4 بياخذ 4، 4 فوا 6 ايتيغال ا 24. نعمل سوستراكسيون، 7 موان 4 ديغال 3، 2 موان 2 ديغال 0، بيطلع عندي الكوسيون هو 4 والريست هو 3، يعني صار فيني اكتب 27، هذا بنسميه ريست. 27 ايتيغال 4 فوا 6 بلس 3. هاي أول طريقة. تاني اكزامبل رح نشتغل عليه، بما انه هون مثلا خلينا نمرق فكره الديفيزيبيليتي، بما انه الريست طلع عندي 3 يعني ال 27 ني با ديفيزيبل بار 6، لحتى يطلع ال 27 ديفيزيبل بار 6 او ال 27 ملتيبل دو 6 الريست لازم يطلع عندي 0. اوتر اكزامبل 74 ديفيزي بار 4 ايتيغال ا، نجي بنحط هون ال 74 وهون بنحط ال 4، هون بنحط الديفيدونت هون بنحط الديفيزور. بدنا ننتبه لشغلة، بنبلش نحن دي غوش ادروات، أول شيء في دي غوش هو 7 بلو كرون كو 4، فبياخذ ال 7 لحالها، مش مثل ما أخذنا فوق، أول شيء في هون كانت 2 بلو بيتي كو 6، فأنا أخذت ال 27 كلها، هون لا، أول شيء في أدروات أ غوش هو 7 بلو كرون كو 4 بياخذها لحالها. هلا أفكر بشو بده أضرب ال 4 لتعطيني 7. ال 4 عندي 4 فوا 1 ايجال 4، 4 فوا 2 ايجال 8 كبيرة، فباخذ ال 4 فوا 1 فأنا بدي أضرب ب 1، 1 فوا 4 ايجال 4، بحطها تحت ال 7 وبعمل سوستراكسيون، بنسى أول شيء إنه ال 4 هاي موجودة، إنه هذا الشيء في ال 4 موجود، 7 موان 4 ايجال 3، خلصنا من أول شيفر، هلا بنزل ال 4، صار في عندي 34. بتشوف بشو بده اضرب ال 4 لتعطيني 34، عندي 4 فوا 8 تيجال 32، 4 فوا 9 تيجال 36 كبيره، فبروح على 4 فوا 8، فانا هون المضروب المفروض اضرب ب 8، 8 فوا 4 تيجال 32، بعمل سوستراكسيون، 4 موان 2 تيجال 2، 3 موان 3 تيجال 0. صار في عندي هون خلصت، ما في عندي بعد شيفر لنزلهم، ما نلتفت لهالشغلة، نعرف ايمتى بتخلص الديفيزيون، هون ما بقى عندي ولا شيفر لنزله، هيك بكون خلصت الديفيزيون، بيطلع عندي 74 اللي هو الديفيدون ايتيغال ا 2 فوا 18، 2 اللي هي الكوسيون، سوري 18 فوا 4، 18 هي الكوسيون، 4 اللي هي الديفيدونت،
بلس 2 اللي هي الريست. هون كمان فينا نقول انه 74 نبا ديفيزيبل بار 4 كار لا ريست اي ديفيرون كو 0. الريست طلع عندنا 2، يعني 74 ما لنا ديفيزيبل بار 4 وما لنا ملتيبل لل 4. اوتر اكزامبل 662 ديفيز 5 اللي هو الاكزامبل الموجود. هالاكزامبل موجودين عندكم بالباج 60 والباج 61. عندنا هلا 662 ديفيزي بار 5 دو ميم. نحط الطريقه هون، بنحط 5 هون، بنحط 662. طبعا بنبلش دي غوش ا دروات. ا غوش عندنا 6، 6 بلو غران كو 5 بخدها. فانا بدي افكر بشو بدي اضرب ال 5 لتعطيني 6. نفس الطريقه اللي بنفكر فيها، 5 فوا 1 تيجال 1، 5 فوا 2 تيجال 10 كبيره، فباخذ ال 1. بحط ال 5 هون وبعمل سوستراكسيون، 6 مون 5 تيجال 1. بنزل ال 6 بشو بضرب ال 5 لتعطيني 16، ما في، بس عندي 15 اللي هي 3 فوا 5. بضرب ب 3 بحط ال 15 هون بعمل سوستراكسيون، 6 مون 5 تيجال 1، 1 مون 1 تيجال 0. بعد في عندي شيفر بالديفيدوند بنزل 12 صار عندي هلا. 3 فوا 5 ما بيمشي الحال، كبيرة شفناها 15، فأنا بجرب أضرب ب 2، 2 فوا 5 إيديغال 10 بيمشي حالها أصغر من 12. على طول النمبر اللي بدنا ناخده هون بده يكون أصغر هو بيساوي لهيدا الديفيدوند 10. بعمل سوستراكسيون بيطلع عندي 2 موان 0 إيديغال 2، 1 موان 1 إيديغال 0. الريست طلع 2 ديفيرون كو 0، بيطلع عندي 662 إيديغال 132 fois 5 يعني الكوسيون fois ديفيزور plus reste اللي هي 2. un autre exemple، هذا الاكزامبل كان الاكزامبل 3. هلا الاكزامبل 4 عندنا 595 divisé par 7. الديفيدوند هو 595 والديفيزور هو 7. منبلش عندي 5 بلو بيتي كو 7 فأنا مضطر إن أخذ شيفر بعد معه، باخذ 59. طبعا هنا يعني أنا بس يكون في عندي بريمير شيفر أغوش بلو بيتي كو الديفيزور، فباخذ معه شيفر تاني اللي حده لحتى يصير في عندي الديفيدوند بارسيال اللي عم بياخده plus grand que la diviseur. بيطلع 59 plus grand que 7. بجرب اضرب شوف شو بدي اضرب ال 7. عندي 7 x 8 ايجال 56، 7 x 9 ايجال 63. برجع لعندي ال 8 لانه بدي اخذ يا قد ال 59 يا الاصغر منها، فبضرب ب 8. 8 x 7 ايجال 56، 9 x 6 ايجال 3، 5 x 5 ايجال 0. بنزل هلا 5، صار في عندي 35. بشو بضرب ال 7 لتعطيني 35؟ عندي اياها اكزاكت اللي هي 5 فوا 7 تعطيني 35. الريست بيطلع 0، ما عادش في عندي ديفيدوند لنزلهم، شيفر بالديفيدوند. الريست طلع 0. هلا هون بصير بقدر اقول انه 595 ديفيزيبل بار 7 وهي ملتيبل ل 7 لانه الريست طلع عندي اياها 0. صار فينا نكتب هلا انه 595 ايديغال ا 7 فوا 85، 0 طلع 0، الريست طلع 0. هذا الاكزامبل 4. هلا رح نوقف هون وبنرجع رح نكفي هلا بالديفيزيون دو دان شيفر. هنحكي عن السانكيام اكزامبل اللي هو 647 ديفيزي بار 6. 647 ديفيزي بار 6. منشوف هلا منرتبها. بعدنا هون كل الشغل اللي عم نشتغله هو ديفيزور عنده 1 شيفر مش 2 شيفر. 647 اذا جينا ناخذ بريمير شيفر اغوش هو 6، قد 6 بيمشي الحال، بده يكون يا قده يا اكبر منه، بيمشي الحال. باخذ 6 بشو بده اضرب 6 لتعطيني 6؟ واضحه ب 1. ضربنا ب 6 بعمل سوستراكسيون، 6 مون 6 ايديغال ا 0. بيجي بنزل ال 4. انا عم انتبه منيح هون، نزلت ال 4 صار في عندي ديفيدوند الموجود هون اللي هو الديفيدوند بارسيال بلو بيتي كو لو ديفيزير.
بيقدر كفي يعني، بيقدر اجي ينزل السات؟ ما بقدر. الطريقة اللي بدي اشتغلها هون انه انا يا بدي احط، بدي اجي اضرب بزيرو. انتبه، بما انه هون الديفيدون باسير بلو بيتي كو لا ديفيزور، فانا بشوف مش بدي اضرب السيس لتعطيني نمبر اصغر من الكات، عفوا قد الكات او اصغر منها. قد الكاتر ما في، اكيد في الاصغر منها اللي هي اذا ضربت ب زيرو. برجع بعيد، اخذنا نحن السيس هون خلصنا منها، نزلت الكاتر، طلع عندي ديفيدون بارسيل بلو بيتي كو لا ديفيزور. بس انتبه شغله، هاي الطريقه ما بنستعملها اول شيء، اول شيء بنشتغل مثل ما هون، يعني ما بيجي بضرب بزيرو لانه مثل ما لها قيمه، بياخذ اثنين شيفر. بينما اذا كنا عم نشتغل، اذا كنا مبلشين من تاني ديفيدونت بارسيل ونزول، شو بعمل؟ اذا كان في عندي ديفيزور او ديفيدونت بارسيل بلو بيتي كو لا ديفيزور، فبضرب بزيرو. راح اذكركم بشغله، بس راح اخبركم شغله، انه الكوستيون اللي بنضرب فيه نحن هن بده يكونوا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يعني نحن بنقدر نكتب بنضرب من الزيرو للنف، اكبر لا اصغر لا. فنحن هون بنضرب بزيرو، بنحط زيرو، نعمل سوستراكسيون 4 مو 0 ايجال 4، برجع بنزل السات، ما بقدر دغري نزل السات، صار في عندي 40 سات. مش شو بدي اضرب السيس لتعطيني 40 سات؟ ما عندي 40 سات، عندي 48، عندي 42. باخذ ال 42 اللي هي 6.7، فبضرب ب 7. نعمل 42 بنعمل لها سوستراكسيون، 7 مو 2 ايجال ا 5، 4 مو 4 ايجال ا 0. بيطلع عندي اذا جينا بنكتبها 647 ايجال ا 107 اللي هي الكوسيون فوا 6 اللي هي ديفيزور بلس 5 اللي هي الريست. دورنيان اكزامبل بحالة الانسر شيفر عندي اللي هو الاكزامبل 6، قبل ما نبلش بديفيزيون ا دو شيفر عندي 7063 ديفيزي بار 7. بنرتبها 7063 ديفيزي بار 7. دو بريمير شيفر ا غوش عندي يا 7 قد بيمشي الحال، بضرب ب 1 لحتى تعطيني 7، بحط ال 7 تحت ال 7 وبعمل سوستراكسيون، 7 مو 7 ايجال 0. بنزل هلا الزيرو كمان اصغر، فبضرب كمان مثل ما اتفقنا انه بس يكون هون الكوسيون او الديفيدوند بارسيال اصغر من الديفيزور بضرب ب 0. 0 فوا 7 ايجال 0، بنعمل سوستراكسيون 0 وبنزل 6. كمان هون طلع عندي اياها بلو بيتي ديفيزيون دونت بارسيل بلو بيتي كو ديفيزيون كو لا ديفيزور، فبضرب كمان بزيرو، بعمل سوستراكسيون 6 مون 0 ايجال ا 6 وبنزل 3. بشو بضرب السات لتعطيني 63 عندي ب 9، بعمل سوستراكسيون بيطلع الريست 0. بهاي الطريقه عم نشتغل ديفيزيون ا 1 شيفر. المره الجايه بنكفي بديفيزيون ديفيزيون quand le diviseur a deux chiffres.